هي قدر الإمكان إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله من خلال الجهود والتواصل معاكم أيضا، إلغاء ما يسمى بالكباين. يعني بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في المخططات القادمة المشروع الإسكاني الجديد على سبيل المثال سيكون مستكمل كل الخدمات اللي فيه، سواء كانت تجارية أو خدمية أو خلاف ذلك. فإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال الخطة التي وجه بها صاحب السمو إن شاء الله ستتغير الأمور كثيرا.